أكن أعلم أنها بلد تملك كل هذا التاريخ. هناك في منطقة القرن الإفريقي في شرق إفريقيا، حيث المناخ الصحراوي الجاف تصحبه حرارة الصيف الملتهبة، تقع دولة مترامية الأطراف بمساحة تبلغ 637 ألف كيلومتر مربع. ستصدم أنك لا تعرف عن تاريخ هذا البلد ما سوف تسمع الآن. بلد عريق في التاريخ، يمتد تاريخه إلى أكثر من 9000 عام قبل الميلاد. يحدها خليج عدن من الشمال، وتطل على مدخل البحر الأحمر، ويحدها المحيط الهندي من الشرق. إنها الصومال. كانت تربطها علاقات وثيقة مع مصر الفرعونية، والدليل على ذلك التكوينات الهرمية والمعابد والمباني التي تم بناؤها بالجرانيت والرخام، والتي يرجع زمانها إلى نفس الفترة التي يرجع إليها مثيلتها من المباني في مصر القديمة. هناك في كهوف لاسكيلي شمال غرب الصومال، ما زالت رسومات الرعي شاخصة منذ آلاف السنين، خطوطها واضحة المعالم لتدل على أن هذا البلد ضارب جذوره في التاريخ، له قواعد راسية في عمق التاريخ، على عكس ما عرف عنه خلال الحرب الأهلية التي أنهكته، وخلال فترة القرصنة التي شوهت صورته. إنها بلد تملك أطول حدود بحرية في قارة إفريقيا، بطول يصل إلى 3000 كيلومترا، وبعمق مياه إقليمية تصل إلى 370 كيلومترا. كانت قديما من أهم مراكز التجارة العالمية. وكذلك سلطنة عدل التي كان قائدها الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي الملقب بالفاتح، هو أول عسكري أفريقي يستخدم المدفعية العسكرية على مدار التاريخ، وذلك خلال حربه ضد إمبراطورية الحبشة في الفترة الممتدة ما بين عام 1529 وحتى عام 1543. أما في العصور الوسطى فقد سيطرت على طرق التجارة العديد من الإمبراطوريات القوية، منها إمبراطورية أجوران التي حكمت المنطقة في الفترة بين القرنين 14 و17 للميلاد، والتي برعت في فنون الهندسة الهيدروليكية وبناء الحصون. أما بالنسبة للمؤرخين فإنهم يرجحون بأن علولا ومحيطها التي زرعت بها شجرة البخور تدخل في مناطق مملكة البنط القديمة. أما حكام سلطنة غيلدي من أسرة غوبرون، والتي أرغمت سيطرتهم العسكرية حكام مدينة لامو من سلاطين الإمبراطورية العثمانية على دفع الجزية للسلطان الصومالي أحمد يوسف رابع سلاطين أسرة غوبرون، والذي حكم في الفترة الممتدة بين عامي 1848 و1878، تحكمت الصومال في تجارة الذهب في منطقة شرق إفريقيا لقرون طويلة. كانت الصومال
تشتهر بتجارة البخور واللبان ونبات المر والتوابل. خاضت الصومال أطول حروب المقاومة ضد الاستعمار في التاريخ. تمكنت دولة الدراويش من صد هجوم الإمبراطورية البريطانية 4 مرات متتالية وأجبرتها على الانسحاب نحو الساحل. لم تستطع بريطانيا هزم دولة الدراويش إلا عام 1920 عندما استخدمت الطائرات لقصف تاليح عاصمة دولة الدراويش آنذاك. ومع ميلاد الإسلام على الجهة المقابلة لسواحل الصومال، فقد دخل أغلبية الشعب الصومالي إلى الإسلام سلميا. ثم تحولت الدويلات القائمة على أرض الصومال إلى دويلات ومدن إسلامية مثل مقديشو وبربرة وزيلع وباراوا ومركا. وخلال القرن 19 وبعد انعقاد مؤتمر برلين عام 1984، أرسلت الإمبراطوريات الأوروبية العظمى جيوشها إلى منطقة القرن الأفريقي، وذلك بغية السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، مما دفع الزعيم محمد عبد الله حسان مؤسس دولة الدراويش إلى حشد الجنود الصوماليين من شتى أنحاء القرن الإفريقي. وأعلنت في ذلك بداية واحدة من أطول حروب المقاومة ضد الاستعمار على مدار التاريخ. كما واجهت إيطاليا نفس المقاومة من جانب السلاطين الصوماليين، ولم تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على أجزاء البلاد المعروفة حاليا بدولة الصومال إلا خلال العصر الفاشي في أواخر عام 1927، واستمر هذا الاحتلال حتى عام 1941 حيث تم استبداله بالحكم العسكري البريطاني. وظل شمال الصومال مستعمرة بريطانية، في حين تحول جنوب الصومال إلى دولة مستقلة تحت الوصاية البريطانية، إلى أن تم توحيد شطري الصومال عام 1960 تحت اسم جمهورية الصومال الديمقراطية. أما اللغة الصومالية فهي اللغة الرسمية للبلاد، وهي إحدى اللغات الكوشية التي هي بالتبعية فرع من فروع اللغات الأفريقية الآسيوية. وتعد أقرب اللغات إلى الصومالية هي لغات عفار التي يتحدث بها أهل أثيوبيا وأريتريا وجيبوتي. واللغة الصومالية هي أكثر اللغات الكوشية تدوينا على الإطلاق، كما أن هناك دراسات أكاديمية عن اللغة الصومالية تمتد لما قبل 1900 عام على الأقل. قام بوضع الأبجدية الصومالية عالم اللغات الصومالي شيري جامع أحمد، واستخدم فيها كل الحروف اللاتينية المستخدمة في الإنجليزية عدا أحرف الزد والفي والتي. بالإضافة إلى الصومالية تعتبر العربية لغة رسمية ووطنية للبلاد، والتي يجيدها غالب الشعب الصومالي إجادة تامة لعلاقتهم المتينة في علوم الدين والفقه والحديث. كانت هذه هي الصومال، وهذا هو تاريخها الذي لم أكن أعلم عنه شيئا قبل الآن. تعد الصومال في المرتبة 8 من حيث المساحة بين الدول العربية، وبتعداد سكان يصل إلى 12 مليونا، يعتاش معظم ساكنيها على الزراعة والرعي إلى جانب الصيد. وبسبب الهجرات المتلاحقة التي سببتها الحرب، أصبح أكثر من ثلثي الصوماليين يعيشون خارج الصومال، بتعداد يصل إلى 4.6 مليون في إثيوبيا، ويعيش حوالي 2.4 مليون في كينيا، و200,000 يعيشون باليمن، و50,000 في الإمارات. أما في كندا فيعيش حوالي 150,000 صومالي، وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة
يعيش 100,000 صومالي في كل منهما. تم قبولها عضوا في جامعة الدول العربية عام 1974، وتعد من أولى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي ومن الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك عضوا في منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. يعتبر نساؤها من أجمل نساء العالم، وجمالهن محكم الدقة والإتقان، فرشاقة القد ظاهرة على جميع نسائها دون استثناء. نجحت في إنشاء نظام اقتصادي حر يفوق العديد من الأنظمة الاقتصادية الأفريقية الأخرى حسب دراسة لمنظمة الأمم المتحدة. إذا أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وإلى لقاء في فيديو جديد. هذا سلام الله عليكم جميعا.